شو بدك تعمل معي هلا؟ ما بقي لي شغل معك. مراد علمدار، إذا بتسمح لي إني ضل عايش، أنا رح ضل أخدمكم طول العمر. أنا ماني بحاجة خدمات الخونة. معلم، اتصل مصطفى آغا وقال عم يدوروا علينا بكل محل، وبكل لحظة في احتمال يلاقوا هذا المحل ويكشفونا. مراد علمدار، مشوارنا طلع لهون وبس. شاه ميران، أول مرة بحياتك بيطلع تحليلك صح. قديش بقيلنا؟ 10 دقايق منكون هنيك سيدي. إذا بدكم تقتلوني على القليل اقتلوني رميا بالرصاص. عقوبة المجرمين السفلة هي الشنق. بس لا تنسى هذا وطني، ما عم تشنق حرامي، أنت عم تعدم مقاتل من أجل الحرية. بس أنا عم اشنق خايل. معلم، هذا عم يحاول يلهينا ويضيع وقت، لازم نطلع. معلم، إجا السيد أشرف. مين خبره على مكاننا؟ مو بس انت عندك مخابرات يا مراد علمدار. مراد، انت واثق من الشيء اللي عم تعمله؟ ما كنت متأكد من قبل مثل هلا، وما راح اسمح لحدا يجي ويمنعني من الشيء اللي بدي اعمله. انا مو جاي حتى امنعك، جاي لنبهك يلي عم تعمله غلط. شارون جاي لهون وانت ما لازم تكون هون. بس شاه ميران لازمنا. شو يعني ما كفاكن واحد بدكن تجيبوا التاني بلوا على راسكن؟ أنا قلت لك من قبل وأنا عايش بفيدكن أكتر من إني كون ميت. رح بتعاون معكم بكل شيء. مو مبين لأيد مين رح تنتقل قيادة المنظمة. عندي في شيء واضح صار، لازم نكسر هالثبات. أنت غلطت.